السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة الأحرار، فيما كنت داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذن إخواني أخواتي، صيامكم مقبول إن شاء الله بحول الله، ورمضانكم مبارك سعيد. كيف ما لاحظتوا في العنوان ديال الفيديو، موضوعنا للاسف الشديد هو موضوع ديال جريمه قتل اخرى اللي شهدها يوم امس، اللي شهدتها بالضبط دوار الخنانفه بجماعه المربوح ضواحي مدينه قلعه السراغنه. جريمه قتل اللي راح الضحيه ديالها اب ثلاثه ديال الوليدات، اب اللي عنده قصه تراجيديه بعيدا كل البعد على هذه الواقعه اللي وقعت به، واللي كانت النتيجه ديالها هي السقوط ديالو ضحيه لهذه الجريمه ديال القتل على ايدي ابناء الاخ ديالو اللي هجموا عليه العين غره واردوه قاتلا بسبب طمع الدنيا وبسبب اشياء دنيويه بسيطه ما تتسوى حتى شي حاجه اخواني اخواتي. وبالتالي كنشهدوا استمرار لمسلسل الجرائم بهذا الشكل الشنيع والبشع اللي كتعرفوا بلادنا منذ دخول هذا الشهر المبارك، شهر المغفرة والغفران. لكن قبل إخواني أخواتي ما أننا نغوصوا في تفاصيل هذه الحادثة المفجعة، واللي كيف ما قلت شهدها دوار الخنانفة بجماعة المربوح ضواحي قلعة السراغنة، كندعوكم إخواني أخواتي فضلا وكرما منكم بطبيعة الحال ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، وأيضا باشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الأعمال والقضايا اللي تنطرق لها، وأيضا بالمشاركات باش تعم الفائدة، وأيضا لأن هذه الجرائم وهذه الأمور خصوصا في هذه القضية ديال اليوم، لأن هذه الفاجعة اللي وقعت فاجعة عائلية، كان يعني كان البارطاج مهم لأن استخلاص الدروس وأن قاعد العبر وقاعد الأمور أنها توصل، وأن يعني نكون حققنا واحد الفائدة مرجوة من وراء هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله. فكيف ما قلت لكم الإخوان والأخوات، ففي تفاصيل القضية نشب خلاف ديال على اشياء بسيطه اللي ما عندهاش علاقه، يعني تبشي حاجه اللي ما كتسواش داك الدم الرفيع المستوى اللي كان كيربط ما بين هاد العائله هذه، بحيث ان ثلاثه ولاد اخ الضحيه هجموا عليه اللي هو عمهم، يعني هجموا عليه من بعد ما حرشهم الاب ديالو وقال لهم سيروا ليه، يعني صفيه ومشاو ليه صفاو، علاش على مترو ولا شبر ديال الارض كيف ما عبرت الساكنه، على لا شيء لا شيء غار كيف ما قال احد الشهود عيان، على باب او لا دخله او لا مترو، مشكل عرضي تحل باي طريقه اخرى من غير هذه الطريقه هذه اللي راح الضحيه ديال هذا الاب ديال ثلاثه الوليدات، واللي هو المعين الوحيد، بحيث انه يعني الزوجه ديالو هارب عليهم مخليها، يعني هو المعيل ديالهم، هو كيمشي كيخدم وكيجي كيطيب وكيقاد الامور ديالو، يعني واقف بهذا الشكل ماشي بشكل لفظي ولا رمزي الناس كتعبر، فعلا هو كيدير هاد الحوايج كيصبن كيدير هاد الامور هادي وفي نفس الوقت كيخدم. فهنا بكل صراحه فهاد ثلاثه الاولاد والام ديال هاد السيد اللي توفى هما اللي ماتوا، اما هو يعني راه هو اللي كان تيقوم هو اللي كان هازهم، يعني لما بقاو هاد الناس فعلا بقاو الله سبحانه وتعالى، ولكن هاد السيد مشى ضحيه ديال شي حاجه اللي ما ساويه حتى شي حاجه، ما هي جريمه من اجل املاك كثيره او لا اموال كثيره، بل هي جريمه على شي حوايج بساط وقلال للاسف الشديد. وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الساكنه ديال الخنانفه انهم يعني تعاطفوا مع هذا السيد هذا، وانهم يعني عبروا على هذا الالم والحرقه اللي شكلها هذا الحادث المفجع، واللي هز الكيان ديالهم وحرك لهم الشعور ديالهم، والكل يعني قال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاخواني اخواتي، فهاد الجريمه كيف ما قلت جريمه على واحد المترو ديال الارض ما بين هاد جوج الخوت، بحيث ان في اللحظه اللي كان هذا الاخ في المنزل ديالو واللي هو انفاس مع المنزل ديال خوه، بحيث انهم كيعيشوا كلهم مجموعين في بلاصه واحده ولكن عازلين فارقين داك الشيء متروات قلال بيناتهم، ف الاخ يعني حرش ولادو ثلاثه على هذاك الاخ ديالو اللي ولادو مازال صغار وكاين هو وحده ومقابل الام ديالهم كاملين اللي هي جدات هذو اللي قتلوه، يعني هو رب الأسرة الكبيرة والصغيرة، الأسرة الصغيرة ديالو والأسرة الكبيرة، فتعرض لهجوم من طرف هذا الأخ ديالو اللي عازل، صيفط ليه ثلاثة ديال الأولاد
وصفاه يعني بحال الطريقه بشعه، وتم الاعتقال ديالهم في حين ان العم اللي هو الاب ديالهم اللي حرشهم مازال هارب ومازال ما تلقاش القبض عليه. يعني السلطات والدرك الملكي ديال يعني الجماعه ديال المربوح انهم سارعوا ولقاو القبض على هذوك ثلاثه الجنات، ويعني فيما الاب ديالهم لاد بالفرار.